وعود ترنيمي وعود للرب المعبود برفع صلاة وتسبيح حمد وسجود ترنيمي وعود لإلهي الجود بطلب ملك المسيح على حياتي سود من فيض القلب عرفان وحب ترنيمي جديدة برنم للرب وغني لسيدي لحني وأناشيدي ورنم لإلهي ما دمت موجود ترنيمي وعود ترنيمي وعود ترنيمي وعود ترنيمي وعود بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. أعزائي المشاهدين مبسوط أكون معكم في حلقة جديدة برحب فيكم فيها برنامجكم ترنيمة وعود وترنيمتنا اليوم اسمها يا سيد الكون يا جبار. هالترنيمة طبعا معمولة بالنمط الخليجي اللي رب شاغلني فيه زي ما أنتم عارفين. بحب الشعب الخليجي وبحب الموسيقى هاي بالذات. رب جهزني من سنين وأنا بسمع كانت بالأول معزوفات للعود وأغاني خليجية لغاية ما الرب حول الأغاني هاي إلى مفاهيم أعلى فصارت أغاني روحية تسبح وتمجد اسمه في الكنيسة في هالمنطقة من العالم العربي بالذات. بوجه لهم تحية وصلاتي دايما أن الرب يزيد إيمانهم ويقويهم. وبنفس الوقت إخواني التانيين من الخليج اللي يمكن شفت بعض الاعتراضات على صفحاتي وإشي أخوي وأختي الكريمة أنا كل قصدي أني أوصل مفهومي المسيحي وعبادتي لله من غير ما أخدش أو أجرح أو أهين أي عقائد أو أي إيمان. المسيحية محبة وأنا بوصل محبة المسيح لكل من هو محتاج لكل من هو يطلب لكل ما هو واللي مش محتاج ومش طالب من فضلك ما تتضايق لأنك إذا أنت مش سائل عن الحق ومش سائل تغير حياتك وتغير طريقك ربنا يساعدك في اللي بتعمله ويكمل معك بالبركة. هالترنيمة ابتدت اختبار مع شاب من المملكة العربية السعودية بالذات. بحيي أهل هالبلد الطيبين اللي فعلا أنا مش بس بجامي لما بقول بحبهم لأن تعاملت مع كتير منهم وفيهم الطيابة والكرم والأشياء اللي تعودناها في البداوة العربية. هالشخص قال لي أنا كنت مؤمن وبصلي وبصوم وبتبع الفروض اللي مفروضة علي لكن عايش دايما في خوف وقلق انه انا طب يا رب انت موجود انت مش موجود انا كيف بعرف شو الدليل انك في حياتي انك راضي عني لانه لاخر لحظه في حياتي انا بحاول ارضيك ويمكن اروح على النار او جهنم او زي ما وصف لي الشاب لما كلمني. فقال لي ضليت اصلي لغايه ما حد من الاخوان قال لي طب انت ليش ما تطلب احنا من صلى ليسوع المسيح مش إشراكا بالله لأنه يسوع المسيح هو صورة الله المنظورة اللي شفناها واللي شافوها غيرنا وكتبوا عنها بالجسد الله ظهر بالجسد بيقول الكتاب لا إشراك إنه الله ولا الله يولد فيكونوا اثنين أب وابن في المفهوم الإنساني اللي بنعرفه إحنا هم واحد الأب والابن والروح القدس واحد. فصلى وتغيرت حياته وحس إنه أنا ممكن أرضي الله لما بإيماني أرضي الله قبل أعمالي وأنا مخلص بنعمته قبل أعمالي. فأنا بشجعك اليوم بشجعك لو عندك هالصراع داخلك تقول يا رب كيف أرضيك وكيف أخلص وهل في طريق وشو الدين وأي دين أتبع وأي دين أترك. أنا بقول لك المسيحية مش دين أن تتبع يسوع أن تتشبه بيسوع. والترنيم بيقول أتبع يسوع ولا أتبع المتبوع متى ليلي يصير نهار. وتذكرت إنه في رسالة أفسس الإصحاح الثاني العدد الثامن ابتداء من العدد الثامن اللي بيقول لكنكم بالنعمة مخلصون بالإيمان وذلك ليس منكم هو عطية الله مبارك اسمه ليس من أعمال كي لا يفتخر أحد. يعني خلاصك مش بأعمالك
هذا لا يعني إنه الأعمال إكس وما عليهاش أهمية، والمسيحية لا تدعو إلى الأعمال الصالحة لأنه إحنا بالنعمة مخلصين فنقعد. لا، الأعمال هي نتيجة خلاصك. أنت بتعمل الأعمال بحب مش بفرض. أنت خلصت وعرفت إنه الله صنع معك العجب وأتى بك من أوطأ الأماكن، أنا بتكلم عن نفسي، وجاء بي إلى أن أجلس مع قديسين وأشراف شعبه، مش لأني منهم لكن لأني بسعى أن أكون في نعمة المسيح خلصتني. فالنعمة هي تخلص. صلي نعمة المسيح تكون معكم دائما وتخلصكم وتدوم فيكم، واللي بيخلص بالنعمة بيرتاح لأنه الله شال عنك كل هالهموم. والترنيمة بتقول يا سيد الكون يا جبار، تعبت واحتارت الأفكار، اظهر لي نفسك، اعلن لي ذاتك، ارشدني أي طريق أختار. يا سيد الكون يا جبار، أتبع يسوع ولا أتبع المتبوع، متى ليلي يصير نهار؟ يا سيد الكون يا جبار. وسنين وأنا أدور عليك، الواحد اللي مالك شريك، بعمالي فكرت أنا أرضيك وتوقع عذاب النار. يا سيد الكون يا جبار، أتبع يسوع ولا أتبع المتبوع، متى ليلي يصير نهار؟ يا سيد الكون يا جبار. وقال أنا طالب إيمان وقلب يشكر بامتنان، اطلبني في ابن الإنسان، كلمتي ابني يسوع البار. يا سيد الكون يا جبار، أتبع يسوع ولا أتبع المتبوع، متى ليلي يا رب يصير نهار؟ يا سيد الكون يا جبار. تعالوا نتعلم الترنيمة مع بعض. يا سيد الكون يا جبار، تعبت واحتارت الأفكار، اظهر لي نفسك، اعلن لي ذاتك، ارشدني أي طريق أختار. يا سيد الكون يا جبار، يا سيد الكون يا جبار. يا سيد الكون يا جبار، تعبت واحتارت الأفكار، اظهر لي نفسك، اعلن لي ذاتك، ارشدني أي طريق أختار. يا سيد الكون يا جبار، يا سيد الكون يا جبار، أتبع يسوع ولا أتبع المتبوع، أتبع يسوع أتبع المتبوع، متى ليلي يصير نهار؟ يا سيد الكون يا جبار، يا سيد الكون يا جبار. وسنين وانا ادور عليك، الواحد اللي مالك شريك، بعمالي فكرت انا ارضيك وتوجع عذاب النار. وسنين وانا ادور عليك،
الواحد اللي ما لك شريك بعمالي فكرت أنا أرضيك وتوجع عذاب النار يا سيد الكون يا جبار يا سيد الكون يا جبار أتبع يسوع ولا أتبع المتبوع أتبع يسوع ولا أتبع المتبوع متى ليلي يصير نهار يا سيد الكون يا جبار يا سيد يا سيد الكون يا جبار وقلبي يشكر بامتنان اطلبني في ابن الانسان كلمتي ابني يسوع البار قال طالب ايمان وقلبي يشكر بامتنان اطلبني في ابن الانسان الكلمة ابني يسوع البار يا سيد الكون يا جبار يا سيد يا سيد الكون يا جبار يا سيد الكون يا جبار تعبت واحتارت الأفكار اظهر لي نفسك اعلن ذاتك ارشدني اي طريق اختار يا سيد الكون يا جبار يا سيد الكون يا جبار اتبع يسوع ولا اتبع المتبوع اتبع يسوع ولا اتبع المتبوع متى ليلي يصير نهار يا سيد الكون يا جبار يا سيد يا سيد الكون يا جبار يا سيد يا سيد الكون يا جبار ترنيمة وعود مقام الترنيمة دي ماينر أو نهاوند الري قبل ما أودعكم حابب أشجعك وأشجعك أخي المشاهد أختي المشاهدة إنه إذا أنت في هالصراع اليوم بتدور على سيد الكون سيد حياتك وأنت حاسس إنه شغلك أعمال وشغلك فروض واجبات أنت خايف ويمكن هالأعمال والواجبات تنقص فما يكون لك خلاص تعال ليسوع المسيح حيث الخلاص بالنعمة مش الخلاص سهل جدا في يسوع المسيح لكن صعب جدا أنك تعمل هالاختيار لما تعمل الاختيار حتلاقي أنه كل الأمور تسهل وتتبع يسوع مش تتبع المتبوع اللي تابعيته الناس عشان تابعين حتى لو كنت مسيحي اسمي أنت تابع المتبوع أنت تابع شيء تعلمت عليه وأنت صغير لكن مش عايشه من فضلك اليوم تعال للمسيح تعال حيث الراحة تعال إلى النعمة المخلصة بالرب يسوع المسيح اللي بصلي أنه يكون معكم ويدوم فيكم دايما سلامه سلام المسيح ترنيمة وعود